إذن أصدقائنا لنتعرف أكثر بتفصيل على موهبة الفنانة الفلسطينية لين الحاج وقصتها، دعونا نرحب بها عبر الهاتف. يسعد صباحك يا لين. لين معنا؟ يبدو انقطع الاتصال للأسف الشديد، لكن بالتأكيد سنعاود الاتصال بلين لنتعرف على بداية هذه الموهبة وكيف خطرت الفكرة ببال لين، لأنه بالفعل يعني فكرة لطيفة جدا وحقيقة إيجابية. يمكن الفنان من الجميل جدا صحيح. أنه يستثمر كل الأشياء الموجودة حواليه، يحاول قدر الإمكان أنه يتأمل من حوله لحتى في نهاية الأمر يخرج لنا بهذه الإبداعات. والجميل أيضا أنه الفنان كيف يستطيع فعلا التدقيق بالتفاصيل، فهي شاهدت أوراق العنب الموجودة في حديقة المنزل، فبينها وبين نفسها لماذا لا يعني خلينا نقول تبدع أو بفكرة معينة ممكن ترسم على هالورق العنب اللي ممكن كثير من الأشخاص فعليا ما بيفكروا فيها غير أنه أكلة لذيذة ومعدة للأكل يعني، وطبخة مشهورة وشعبية يعني بذات الوقت. وفعلا يعني غزة، وهي من غزة صراحة، غزة يعني هي فعلا تتسم بالصمود والتحدي رغم كل الصعوبات اللي عم نعيشها. صراحة كل ما نتناول فقرة من هذا النوع أصدقائنا يعني أنا بشعر بأنه بالأمل من جديد، بالأمل بالمضي قدما في الحياة رغم كل شيء ممكن عم يعيشه أي شخص بحياتنا. يعني بتعرفي علاء، إحنا في بداية هذه الحلقة كنا نتحدث عن السعادة وأنه ما نبحث عن أشياء معينة لحتى نحصل على السعادة. يمكن أهل غزة هم خير مثال على ذلك، في نهاية الأمر هم في منطقة محاصرة منذ أكثر من 13 عام، فعليا الإمكانات والماديات الموجودة عندهم أقل بكثير من الإمكانيات الموجودة في أي عند أي شخص يعيش في أي بقعة جغرافية أخرى، لكن مع ذلك هم بالفعل يستطيعوا أنه يستثمروا الأشياء الصغيرة الموجودة من حولهم ويخرجوا لنا بهذا الإبداع. لين عادت معنا، وأهلا وسهلا يا لين. لين معنا؟ يعني للأسف الشديد فعليا أهل غزة بيعانوا بشكل كبير جدا من الاتصالات وأيضا الإنترنت، فيبدو لذلك هنالك مشكلة في الاتصال، لكن احنا متشوقين لنتعرف على لين أكثر، ننتظر لين. نعم صراحة بتعرفي شو إسراء، أهل غزة الحلو بالموضوع أنه رغم كل هالحصار اللي موجود فيه وكل هالظروف الصعبة، لكن الجميع تقريبا يدرسون ويبدعون وينجحون وإنجازات عديدة جدا. لكن ما بعرف إذا كان رح يرجع معنا الاتصال مع لين أو لا، فممكن ننتظر لأنه بالفعل الاتصالات شيء يعني صعب صراحة بنهاية الأمر. على ما يبدو لين عادت معنا، أهلا وسهلا لين الحاج، إن شاء الله يا رب يضبط الاتصال هذه المرة 100%. أهلا فيك، أهلا أهلا وسهلا. يا حي الله، يعني يا لين تعبتينا لحتى وصلنا لك. إيه والله ما كان في صوت، ما كان يكون. أهلا وسهلا حبيبتي ولا يهمك. أهلا فيك يا لين، معناتها خلينا نبدأ لأنه فعلا متشوقين نحن لنعرف بداية معك فكرة الرسم على ورق العنب، من وين جاءت هي الفكرة يا لين؟ فكرة ورق العنب ظهرت لي تقريبا من سنة ونص، يعني أنا برسم من وأنا صغيرة، ورسمت على أشياء متعددة، رسمت على الورق والحجار والكرتون، رسمت على اللوحات كمان، بعدين حبيت إني أتميز بشيء معين أو بطريقة رسم معينة بعيدا عن تقليد للفنانين الآخرين أو الاعتماد على طرق الرسم العادية أو التقليدية، فخطرت لي فكرة ورق العنب. يعني هي يمكن فكرة غريبة شوي، بس إنه أنا لما أول ما جربت حبيت الفكرة، وبعدين حبيت أشاركها مع الناس، لما لقيت ردود أفعال إيجابية يعني حول الموضوع حبيت إني أستمر فيه، والناس
شجعوني واعطوني تعليقات ايجابيه يعني محفزه لي لقدام. جميل، لكن في نهايه الامر لين يعني ورق العنب غير متاح في كافه فصول السنه، ممكن انه يجف او ييبس وبالتالي يكون غير متوفر، فانت كيف تتغلبي على هذا النوع من الصعوبات؟ هل بتخزني مثلا ورق العنب؟ صحيح، هو يعني نظرا لانه ورق العنب مش متوفر خلال السنه كلها، فتغلبت على هذا الشيء بانه صرت احتفظ بورق العنب في الموسم اللي بتوفر فيه داخل الكتب او شيء ثقل يكون موجود على ورقه العنب، او انا بفضل انه يكون كتاب يعني. يعني هذا الشيء بخلي يعني متوفر عندي طول السنه يعني، بحتفظ فيه لاكبر فتره ممكنه. طيب شو الرسومات اللي بتركزي عليها؟ يعني المساحة صغيرة بنهاية الأمر ورق العنب، شو هي الرسومات اللي بتحبي تعبري عنها من خلال فنك يا لين؟ صحيح، هي مساحة ورق العنب ممكن تكون إنها صغيرة شوي، بس لكن هذا الإشي ما بيقني يعني، عليه مناظر طبيعية من غابات وبحار، ممكن الأشجار يعني أكثر إشي بحب أرسم عليها، أشياء تكون من الطبيعة أو البيئة اللي أجت منها ورقة العنب نفسها، فهذه أغلب الرسومات الموجودة عليها. جميل لين، ايضا من اللطيف انه دراستك الاكاديميه لها علاقه بعلم النفس، والان انت تبدعي صحيح. بالرسم، انا حابه تعرفينا عن الرابط بين الامرين، هل بالفعل استطعتي انك تطبقي علم النفس على رسوماتك بشكل او باخر؟ يعني هو علم النفس اكيد هو تفريغ، برضه في التفريغ النفسي، التفريغ النفسي يعني بشابه الرسم كثير، يعني الرسم هو عباره عن تفريغ نفسي على ورق كمان. كثير يعني أنا يمكن محظوظة نوعا ما إني موهوبة في الرسم، هذا الإشي اللي خليني أفرغ من طاقاتي الداخلية أو أشياء داخلية عندي ممكن إني أطلعها من خلال الرسم، هذا الإشي اللي إحنا بنشجع عليه بعلم النفس اللي هو التفريغ النفسي، غير هيك طبعا ممكن الرسم كمان يفيدني بعلم النفس لقدام إن شاء الله. نعم. في مجال شغلي ممكن التعامل مع الأطفال، هذا الإشي كثير بيساعدني في إني أتعرف على مشكلات إن الأطفال يعني يصعب إنهم يفصحوا عنها من خلال الكلام، فممكن من خلال الرسومات إنهم ممكن إني أنا أعرف أو إني يكون مجال تعاملي مع الأطفال أوسع وأكثر. نعم، طيب هذا الفن يعني لين بالنسبة لك هو فقط موهبة وبتمارسي فيها يعني الموهبة اللي أنت حبيتي تمارسيها من قبل أو تحول لمصدر رزق؟ ما سمعت آخر شيء. يعني هل تحول هذا الفن إلى مصدر رزق؟ قبل يعني ما كنتش ارسم بهدف انه ابيع او يكون عندي مصدر رزق من هذا الموضوع، لكن يعني حديثا بعد ما صارت القصه يعني متداولة عند وسائل الاعلام اكثر، صار في كثير طلب على رسم او على لوحاتي، فيعني حبيت او يعني حبيت فكره انه ابيع للناس او الناس يعني يكون عندها رسمي او عندها لوحاتي ويكون مصدر رزق لي او يعني دخل او مصروف شخصي لي يكون من خلال بيع رسمات، كمان ممكن اقدر اوفر من خلاله ادوات الرسم اللي مش دائما ممكن اني اقدر اوفرها. جميل، طيب لين اخيرا لو تخبرينا ما الذي تطمحين له في المستقبل بعد كل هذا الابداع؟ المستقبل ان شاء الله يعني بطمح يكون عندي معارض داخل قطاع غزه وداخل فلسطين او خارجها كمان ان شاء الله، اتمنى انه يكون وضع غزه ووضع قطاع غزه ما يكونش عائق باني احقق اللي انا بدي اياه، وانه اخلي العالم كلها تشوف رسمي او يعني اسمع التعليقات من الناس حول رسمي، اشوف انه رسماتي منتشره حول العالم ان شاء الله. نعم، ونحن صراحه